طبعاً هالحلقة طبعاً من برنامج مجالس شمالية مختلفة، بحكم طبعاً الحلقات السابقة كان فيها مجموعة من الشعراء كذلك الرواة، لكن اليوم خلطنا صحافة ورقية كذلك صحافة إلكترونية على مستوى حائل وعلى مستوى المملكة وعلى مستوى الوطن العربي. تعتبر ثورة إعلامية حديثة طبعاً، واكبت برامج التواصل الاجتماعي الحديث. الصحف الإلكترونية أوجدت حراك غير مسبوق في الإعلام السعودي خلال الفترة الماضية. نعم. استفادت من عامل السرعة، استفادت من سرعة الوصول للقارئ من خلال مواكبة الحدث أول بأول. ورقية تتكلم عنها الحين تقول ما تواكب الحدث، قال لا يعني كلامك الحين تقول تتابع. إيه تتابع الخبر، بينما الصحف الحين أنا أخالفك الرأي، الصحف الورقية كلها لها مواقع إلكترونية تحدث الخبر أول بأول. ما في تميز بالخبر، ما في خبر حصري، لا تجد يعني ينزلوا هنا أخبارية حائل بالأخبارية الثانية بالثالثة، متعاون معهم الجميع نفس الخبر، قص لص قص لص قص. والحطاب ليل ولا لقى بالخلافاس، والبرد بضلوعه مسوي سوايا، في ليلة ذيبة تعشى من الياس حتى شبع من شامخات النوايا. بكون إن مستثمر يفرض نفسه، يعني الجهة المشرفة على المهرجانات تضع حائل صيدة سهلة، المستثمر يجي ياخذ صيدته ويطلع. إن قلت لي حنيت أقول حنيت، يلا عسى جرحك، يلا عسى جرحك يطول علاجك.